يا بت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بت اركبي علاجك معانا. لا تروح تدي لهم عشان ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. الدماغ عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا، ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. ماشي. حقي بقى. عرف.